مرفوض من قبل ساحة التحرير وأهالي البصرة. نعم، كنا نطالب بقانون انتخابات عادل، قانون 100% قانون فردي بدوائر متعدده. الحمد لله هذا المطلب تلبى. اليوم نطالب بمفوضيه انتخابات مستقله، مفوضيه نزيهه تلبي طموح الشارع العراقي وتلبي الناخبين وتلبي المستقلين. اما بالنسبه عندنا اليوم المشكله الكبرى هي اختيار شخصيه رئيس مجلس الوزراء. نعم، شخصيه رئيس مجلس الوزراء للاسف نلاحظ ان البرلمان والكتل السياسيه قاعد يماطلون، يريدون شخصية متحزبة، شخصية محسوبة على أحزابهم تلبي طموحاتهم، تلبي ما يريدون من هواهم. لذلك اليوم هم بعيدين كل البعد عن الشارع للأسف الشديد. هذا الشارع خرجت كل شرائح المجتمع العراقي. اليوم نريد رئيس وزراء نزيه، رئيس وزراء عادل، رئيس وزراء مستقل. نعم مستقل، أن لا مشترك لا بحكومة سابقة، لا ببرلمان، لا بوزارة ولا وكيل وزارة ولا محافظة. نريد رئيس وزراء يلبي طموح الشارع العراقي. طبعا احنا مضربين عن الدوام من بداية السنة لحد الآن، وجامعاتنا يعني حتى خدمات ما بيها تفتقر لهواي خدمات عكس الجامعات الأهلية. يعني الواحد يروح جامعة أهلية يحصل خدمات، حكومية ما يحصل خدمات. وإن شاء الله مستمرين بالإضراب، وإن شاء الله الثورة مستمرة بدماء الشهداء، ونطالب بمحاكمة الفاسدين، ونطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين وما تسببوا بإراقة الدماء، لأن الدم العراقي غالي. وإن شاء الله منتصرين ومستمرين. والله معاناة يعني بالنسبة للمدارس أقل مطرة المدارس تفيض، وعلى الواحد يتعب ويتخرج ويروح كلية ويخلص ويقعد ويسكت، العدة واسطة والعدة شوية تعين، والما عنده الا الله يعني شلون. طبعا احنا كشباب نعاني من البطاله. اول شيء صاحب ابو مثل ابو المحل او شيء يجيب البنجلاديش، يجيب شو اسمه يعني الخارج عن العراق يجيبهم ويشغلهم. اما ابناء الشعب لا يجيبهم لا يشغلهم لا. فهسه احنا قاعد اكثر الشباب تعاني من البطاله. ثاني شيء احنا نريد الاحزاب، ماكو احزاب ان كانت شريفه ان فاسده احنا ما نريدها، لان هي دمات الشعب. كانت ان كانت شو اسمه فاسدة كان الصالح احنا ما نريد الاحزاب كان من كان. وثاني شيء احنا كشباب عراقيين الطالب احنا بحقوقنا، اول شيء ككرامة، كتوفير عمل لنا، كتوفير امن لنا. يعني هسه احنا نطلع من اللي جاي ما مامنين على نفسنا. اي والله يعني بين يوم ويوم بين شو اسمه امارات يوميه. ان شاء الله نبقى مستمرين الحين تحقيق مطالبنا. لا للاحزاب لا للمحاصصه، غير هذا الموضوع ماكو. التظاهرات يجب ان تبقى مستمره لحين تحقيق المطالب، وتظاهرات سلميه. نعم نعم لرئيس وزراء مستقل، ما نريد بالاحزاب، شلع قلع. نبقى ما طول الشباب هنا ساحه التحرير، نبقى قد ما كان سنه سنتين نبقى. والله نريد رئيس وزراء مستقل، نريد وطن، ما نريد طافيه.